استباحة. مكملين معاكم حلقتنا النهاردة في برنامج استباحة. شفنا وصفات حلوة قوي من أول الحلقة، عملها لنا الشيف ملاك، عمل لنا طبق أسيوي تشيكن سبايسي عليه الكاري، لبن الجوز الهند والكاري، وعمل معاه رز ستيم أبيض كان تحفة. شفنا الطبق الثاني اللي أنا عملته التشيكن باري باري اللي احنا داخل باري باري البرتغالي، اللي طلعت مع الباستا بتاعة الشيف محسن الأرابياتا السبايسي الأصلية. شيف ملاك هيدوق الباستا وشيف محسن هيدوق الفراخ. وأهم حاجة في الأطباق كلها إن هي مشطشطة وسبايسي قوي. الصلصة طلع طبعا عشان تقلت، فطلع على الفلفل. جميلة جميلة يا عم. بعدين خايف تسلم. شكرا شكرا. الله ينور عليك. مرسي ليكو. والفراخ ايه الاخبار يا شباب؟ انا داخل اهو. انا بص الجلد لما بقى كريسبي واستوى. سلام. شكله هو بياكل حتى يجوع. بص يعني انا مش جعان، قاعد بحش من اول الحلقه. داخل على الحته اللي شايف محسن. تمام. عايز اشيل الجلد بس. ده هو الجلد فيه كل حاجه. اوه شربة الصوص. كاسيها كاش اللحمه. جميلة. طيب. أنا مش شايفها. شايف نرمين قنديل. طعم جميل وهادي. نرمين قنديل. نرمين قنديل يعني بتحط دايما 73 ألف آيتم وفي الآخر بيطلع مثلا إيه سندوتش قد كده. بتعملي إيه النهاردة؟ هنعمل طبقين الاتنين سبايسي. إحنا حبينا نوريكم برضو أفكار مختلفة للسبايسي، فأنا فكرت لكم في فكرة شوربة. نعمل شوربة بحاجة سبايسي وكمان حاجه يخش فيها البيف او اللحمه. فهنعمل الاول نبدا بالشوربه. نبدا نعمله مع بعض عشان الوقت. طيب ماشي. انا مسخن لك التستين. طيب هنبدا أهو. بس عشان ايه الناس ما تتوهش مننا قول. فاحنا هنقول اول ايه ننزل بمكونات يعني. ننزل بالزيت الزيتون في الشوربه. لا الشربة. زيت الزيتون الثاني. ده زيت زيتون الثاني. تمام. حط زيت الزيتون حبه. حبه حلوين كده. تمام. وبعدين هننزل عليهم الكريم. انت هتتابع بقى الشوربه معاك انا. شرايح البصل. شرايح من بلدنا. يلا يا كريم. يلا يا كريم. يا كريم اهو شرايح البصل عامل ايه. تمام ماشي. شرايح بصل اهو. البصل هيدبل حبه وبعدين هنبدا بقى ننزل بالجنزبيل والثوم والبهارات. بهارات بتاعه الشوربه السبايسي هتبقى عندنا كركم وعندنا قرفه وعندنا الشطه طبعا الحاميه وعندي زعفران بس نقعته في ميه دافيه. هينزل التيست والميه بتاعته هيتحط كده بميته جوه الشوربه. وعندي معلقه عسل ابيض. عندي كوبايه عدس بني او اللي هو العدس بجبه بالظبط. وعندي حمص الشام دوت برده من ضمن مكونات الشوربه. عندي كوبايه مكعبات الطماطم وعندنا عصير طماطم وعندنا شوربة خضار. في الاخر خالص هنحط عليهم الكزبرة الخضراء والبقدونس الاخضر كجارنش. هنبدأ بقى ننزل بس البصلة تدبل. هنحط كل السبايسز قبل ما نحط مكونات الشوربة. تمام. ادي ملح. اوكي. وفلفل. فلفل ابيض ولا اسود؟ لا فلفل اسود. انا بحب التيست بتاعه بحبه اكتر. اوه ده مش فلفل. لا ده مش فلفل. أيوة. اوكي. يعني هي بهاراتها كمان كتير بجانب الشطه. هي بهاراتها كتيره. تمام. ايه تاني؟ وبعدين هنحط بقى قرفه. معلقه قرفه. عايزه تبتدي في اللحمه الناحيه الثانيه. هبدا بردك. ادي معلقه كركم. ادي القرفه. تمام. وكركم ونقلب. والشطه. والشطه السوداني. طب ما تديها الشطه السوداني. بس اللي هيستحملها بقى. اللي هيستحملها ما هي الخلطه كلها سبايسي. هنحط تقريبا لا ما هي المفروض تزود. مش انا ماشي. مش انا. ايوه بالظبط. بس انت غاوي الحاجات الحاميه. احنا يهمنا المشاهد يعرف الكميه. ايوه بس لا يعني هي معلقه المره. بس هي الشطه دي انا اصلي جربتها حطيت شويه على الشيكن بيربري جامده. تمام. تقيله. البصل كده ابتدى ياخد شكل. بصل بدا يدبل شويه. هنروح نازلين بالزعفران بالميه بتاعته. انت حطيتي فين البتاع الايه عايز مساكة. ايه عشان البتاع دي. نزل الزعفران بميته كده اهو.
السعفران ده لوحده بيدي تيست فظيع. تمام. اوه تيست جميل. اوكي. وبعد كده هحط معلقه العسل. تمام. انا كل ده وانا بقلب. وانت بتقلب في اللحمه المعصجه هبدا حالا. بس خد هنا بقى حته ثوم. مش كل ده طبعا. مش كل ده لا. اوكي. اللي في ايدي ممكن تقلب بمعلقه اسهل لك. وجنزبيل. شايفه كده؟ جنزبيل. جنزبيل. هنقلب كل القصص دي مع بعض. نستناها شويه بس كده تاخد التيست بقى والبصله. كل اللي يدمج مع بعض. وبعد كده هننزل بيه العدس لان هو العدس دوت مغسول يعني ومتصفي. يعني هو اللي محتاج سوى لكن الحمص مستوي. تمام. ممكن ننقل الشوربه الناحيه الثانيه وتجيب لنا دي هنا؟ ممكن. مستحيل. انا كل لما اجيب بتاع من دول احطها جنبي تاخديها وتحطيها. خلي بالك دي سخنه. حاضر. كده اوكي. وناخد دي هنا. تمام. علي النار على دي برضه. علي بقى النار وحط العدس. كوبايه العدس. تمام. بس كده. تمام. هنسيبه بقى يقلب بقى تقليبه كده كريم. وهننزل بحاجتين. هننزل بالمكونات الباقيه. اخر حاجه هحطها الحمص عشان هو اصلا مستوي. مستوي. صح كده. تمام. تمام. قلبنا. هنحط ولا ايه ده؟ لا هنحط عصير الطماطم. تمام. وهنحط مكعبات الطماطم عشان هي هتقعد بقى تستوي براحتها بقى. ونحط الشوربه. مش هتضربيها في الخلاط في الاخر؟ لا 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 لا. عايزين المكونات مصحصحه كده تبقى واضحه باينة. بالنسبه لنا واضحه. حط الشوربه. كلها؟ هما تقريبا 7 كوبايات شوربه على كوبايه العدس. العدس مع الحمص. كوبايه حمص او كوبايه وربع حمص كده. دي شوربه خضار. دي شوربه خضار. تمام. اللي بتتحط عليه ادي كده اهو. ونغطيها ونسيبها بقى كده. نغطيها. احنا تبلناها وكل حاجه تمام. هنغطيها ونسيبها على النار. بس هي طبعا تستوي. على فكره من احسن الشربات اللي هي الكوستلا او الضلع اللي بيبقى بيخرج كده من الذبيحه ده بيبقى بعد ما بيتشفى. حط شويه كرفس مع بصله مع جزره وبتبقى فيه حلل من النوع اللي هو بتبقى كبيره وطويله كده. بدخل الضلع فيها واحط الميه كله على البارد واسيبها. سيبها بقى بتطلع شوربه ساعتين. ساعتين. بتطلع جريمه الاكل من الشوربه. دي جريمه اللي انت بتحكيها. عارف ان الشوربه في المطبخ يعني روح المطبخ من اهم حاجه. ونمره واحد تخش طبعا. تعملها في المطبخ اكيد عشان تظبط تستغل الاكل. صح. يعني هتحط الشوربه لو انت عامل شوربه حلوه هتحطها في طبق مكرونه. هتزود بدل ما تزود من الميه بتاعت المكرونه تزود من الشوربه. طب طعم ظبط لك الطعم. هتعمل سمك لو رشيت عليه هتدي له طعم. هتعمل لحمه لو رشيت عليها طعم. هتعمل اي طبق لو غذيته بشويه شوربه من دي بس يكون طعمها بتبقى فعلا حاجه مهمه جدا. اوكي. يلا احنا بدانا في الطبق الثاني بعد ما حطينا الشوربه بتاعتنا على النار. حطينا زيت الزيتون برده وحطينا معاه البصل المفروم. اوكي. والفلفل الاحمر. ودلوقتي بعد ما البصله دبلت شويه هي والفلفل نزلنا بالثوم. الطبق دوت هيبقى عباره عن بيف سبايسي يعني اللحمه داخله فيها بس هتبقى حاجه سبايسي. حطينا الثوم وهنحط الفلفل الاحمر الحامي اكيد اللي هو اللي هيديني. وهزود برده شويه شطه بس برده مش كتير. والبهارات في الطبق ده هتبقى الملح وفلفل ومعلقه كمون. تمام. كل دي معلقه كبيره بقى. لا مش معلقه كبيره، هي معلقه صغيره بس مليانه شويتين. ونحط الملح والفلفل. وبعد كده هنزل باللحمه المفرومه بتاعتي. اللحمه المفرومه زي ما احنا عارفين ان هي ما بتاخدش وقت خالص في السوى، يعني بتسوي بسرعه. دي الملح وادي الفلفل. وادي الفلفل. ده اللي هو الدلع. اسم الدلع يعني الفلفل. فلفل. ايوه فلفل. نقلبهم بقى تقليبه كريم. واخذها بالفلفل. ايه؟ شيف بقى. شيف كريم. شيف كريم. يلا ونعصر. نزل النار بقى. افرش اللحمه دي على الارض. يلا. ايوه بالظبط كده. افرشها. ايوه كده عشان ايه لسه كلها جميله الجوانب.
بس انا شايف في حاجات لسه ما استخدمتش. لا لسه بقى لسه انا عندي هضيف للطبق ده الفاصوليا الحمراء وهي اصلا مستويه برضو، هي كنز وجبناها وشطبناها. كده برضو هتحطيها في الاخر. بالظبط هحطها في الاخر بس اللحمه تخش في السوا. وعندي المكعبات الطماطم بردك هدخلها. اخبار الشوربه ممكن اقلبها؟ عيشي بقى مع الشوربه انت. ايوه بس أوه. يعني هقول لك الشطه علي النار وسيبها شويه ما تقلبش على الاستمرار عشان انما هتقعد تقلب مش ونغطيها بقى شويه. علي لا 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 علي بس علي لا علي شويه على عشان ايه تديك بس الايه الشوربه بدات تغلي معانا بس طبعا ايه يعني العدس بدا يدخل في السوى لسه يعني اول ما يخش في السوى بحط واللحمه بدات تستوي انا بحط الحمص مش كده برضو هنحط بقى الطماطم تمام ونقلب ما كده اللحمه اولموست دان خلاص يعني ما هو الحاجات دي في الاخر عشان تبقى باينه في الطبق وانا هبص على الشوربه بتاعتي عشان اضيف الحمص بص العدس زي الفل ايوه كده انا وطيت على البتاع شويه الحمص انا وطيت عليها واقلبها وغطيها كده تمام انت على بال ما يعني ما تحطي في الطبق يكون الحمص اوريدي سخن بالظبط يعني عشان هو يسخن. هو بالظبط هو بس هو مستوي انا مش عايزه اهريه بقى طبعا. هو بس ايه ياخد زي ما الشيف محسن بيقول يسخن يعني غلوه مع الشوربه ياخد التست ويبقى كده عشان ياخد التست كمان إيه؟ بتاع احنا كريم انت هنا الطبق اخباره ايه خلاص. علي النار انا وطيت النار لا 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 علي النار لان هو خلاص كده اولموست خلاص هي اطباق سهله وطعم السبايسي هفكركم احنا عملنا شوربه ايوه بالسبايسي بالحمص والعدس ابو جبه او العدس الاسود مع بقى شويه بهارات قرفه وكاري وحطينا كمان الكركم وكركم مش كاري وحطينا كمان شوية ميه مهمين حط بقى حط جايه الميه في الاخر تمام الميه سهله وحطينا كمان قرفه وملح وفلفل وعطينا طعم جديد للسبايسي كشوربه نتمنى انها تعجبكم وعايزين بس ريحتها اصلها لي يعني اساسا طب ممكن تدوقها بقى في السريع كده قبل ما نحط لنا معلقه ما ننساش الزعفران كمان اعطيها تيست عالي ولون ولون تمام اهو شوف كده وادي الطبق الثاني اطفي العين كانت قبل البق يا عم على فكره شيف محسن انا بس كنت محتاجه احط لك رشه بقدونس وكزبره خضراء لا جميله كده نحط في الطبق على طول نرمه نحط بقى هنا الكزبره ممكن كزبره الخضراء صح كده جميله الزعفران كمان ايه اعطيها تيست حلو عامل شغل جامد قوي ايوه هي الهدف ان الفاصوليا الحمراء تبقى باينه لان هي زي ما قلنا هي مستويه هنجمل الطبق ده بحاجتين سلام عليك يا نرمينا قنديل بالجبنه الشيدر المبشوره هي هتسيح طبعا لما انتوا تيجوا تاكلوا وتقلبوا ده طبعا بيتقدم جنب معاه يعني عيش تمام وهنقدم جنبه شويه كده بردك بصل اخضر بقدونس لا بصل اخضر الجزء الاخضر فقط وقطعه بسيطه ممكن معلقه نفحه شحطه كده دي ايه بقى ساور كريم دي ساور كريم تمام ويبقى كده الطبق جاهز ممكن جاهز. الشيف ملاك يدوقه ويقول لنا ايه الاخبار معلقه يا شيخ محسن من جنبك اتفضلوا شكرا استباحتنا النهارده كانت استباحه سبايسي على الاخر خلتنا كلنا يعني الجيوب بقت قد كده ايه رايك يا شيف؟ ايه رايك يا شيف؟ ميمي جميل عجبتك؟ حلو قوي وسريع وحاجه في السريع خالص وسهل تسلم ايدك يا نرمه تسلم ايدك يا شيف ملاك على الاكله الجميله انت مفيش حاجه تعملها وحشه يعني تسلم ايدك يا شيف محسن يا الله يخليك يا عالمي تعيش يا حبيبي شفنا النهارده اربع وصفات كلهم معمولين من سبايسي خمس وصفات عشان نرمين عملت اثنين شفنا شوربه العدس وشفنا اللحمه اللي معموله بالكمون والساور كريم
والطماطم، وشفنا التشيك الباستا عربياتا من شيف محسن، ومن شيف ملاك شفنا الطبق الاسيوي الجميل تشيكن كاري ايجين ستايل او على الطريقه الاسيويه، وانا عملت طبق برتغالي تشيكن بيري بيري. كل الايتمز بتاعتنا مشطشطه. حلو ان انت تحط شطه وتخلي العمليه حرشه، بس خلي بالك اللي يزيد عن حده ينقلب لضده. اكيد. نشوفكم بكره في نفس الميعاد في حلقه جديده من برنامج استباحه على قناه ست البيت. انتظرونا. نشكركم تاني، بشكر زمايلي الاعزاء، شكرا لكم جميعا. نشوفكم بكره في نفس الميعاد الساعه 10 صباحا و3 الظهر و8 بالليل. باي باي. باي باي يا جماعه.